شو لوين؟ شايفتك متوتر شوي، شو رأيك نروح نشرب فنجان قهوة بشي مكان؟ ما جاي عبالي، ما بدي. طيب في عنا خيارات تانية. هلا بتروح بتغير ثيابك، بنسرد، بندخن، بنحضر شي فيلم، بنطبخ. زينة ما بدي. معك حق. ليك عدي، إذا جاي على بالك تضل لحالك ما في مشكلة، بتركك. زينة مو هيك القصة، مو هيك، شو بك؟ طيب ليش محروج؟ احكي لي شبك. الله الله اكبر الله اكبر. شو بدي احكي لك؟ كثير كان حلو منظر امبارح وانا مصوت طبون السياره مثل الكل. شو شو احكي؟ تفضلي. زينه انا ماني قدران افصل بين اني بحبك وشو لازم اعمل. ها يا بخسرك وبكمل هالحياه الجميله، يا بكمل معك وبيلتعن سلافة لحياتي. شو؟ ما فيكي تحكي شي. طبعا طبعا ما فيكي تحكي شي. ليش هيك؟ ما فيني يكون انا وياكي سعيدين شي مكان على هالكوكب يلي مدري كم الف مليون تريليون كيلومتر مربع، كل هاد بطل يسعنا ولازم اقتنع. شو هالكم مطعم، هالكم شارع، هالكم بطيخ اللي عم ندور حواليهم، وهداك كله ما حلو. أنا طول الوقت ما كان بدي ينفتح هيك نقاش بيناتنا عشان ما يبين مين اللي خياراته أصعب، بس أنا ما عندي غير خيارين وأنت بتعرفهم كتير منيح. أو هلأ أحمل حالي وروح على المشفى شيل الأجهزة عن أمي وخليها تموت مشان روح أنا وياك ما بعرف على أي بلد ننبسط، يا أما أنا ضل عند أمي وانت تحمل حالك وتروح، وبالحالتين انا خسرانه. اه والله. طيب ما زال عم تحكي بهذا النفس، خلينا نتفق انه ما بدي كون عبء عليكي، ما بدي اضغطك. مين ضل انا الي؟ مين؟ كلهم صاروا برا، اهلي برا، رفقاتي برا، طاقه ما عاد عندي. بح. شو يعني؟ انا بدي سافر، بدك تعي معي، بدك فيك تضلي هون. أنا ما بعرف ليش أنت رغم أنك حزين حاسستك مبسوط أنك انخطفت، بس مشان تلاقي مبرر قدامي مشان تحمل حالك وتسافر. ليه؟ ليكي زينة ما تمرضي علي. أنا ماني مريضة. لا بلا عم تمرضي. عم قلك ماني مريضة. لا تعيطي. ليش لكن عم تفرض علي أني أنا سافر معك وأنت بتعرف أنه أنا ما رح أترك لأمي؟ ليش؟ ليش عم تحاول تعمل اي شيء بالعالم لحتى تخسرني؟ بس على ما يبدو ما عندك مشكله. شو وين رايحه ست زينه؟ عم بحكي معك. خلاص روح ضب اغراضك ومشي يلا يا رجال. ليكي ليكي ما بدي بين انه تخليت عنك. لا بقى تبرر قدامي. لا تحكي.